جانا لوين قايمة؟ اه شو لازمك شي؟ الليلي انا بعمله فورا. لا بابا ما بدي اي شي، بس انا كنت حابة اروح على الصلاة لهيك. بهالحالة؟ اليوم في مناسبة بابا، انا كل سنة بحتفل بهالمناسبة، بحياتي ما كسرت هالعادة لأي سبب، كيف بدي يعني ما روح؟ بما انه الدكتورة قالت لي ارتاحي لك بالتخت شي يومين، اليوم هو اليوم الثالث، يعني فيني روح؟ لا لا تقنعيني، انا ما رح خليكي تطلعي من البيت ابدا، انا رح ابعت فانديتا معك. بابا فانديتا فانديتا. بابا فاندو رحت على الكلية. طيب انا بدي كلفك بشغلة بتعملها؟ ايه بابا ليش لا، بس بعد ساعة، اليوم في مناسبة وبدي روح صلي. والشغلة اللي بدي كلفك فيها هي هنيك مو جانا؟ اه اذا بدك شي بجيب لك معي. لا بس بصراحة جانا بدها تروح على الصلاة، فيك تاخدها معك؟ بابا شي مستحيل، مالك شايف حالتها؟ هي لسه ما تحسنت، يعني حتى لو قدرت تمشي اليوم هي شو رح يصير فيها؟ ما رح يصير اي شي ابني، اذا انت بتدير بالك على جانا فيها تروح وترجع بدون ما تتضايق من شي ابدا، شو مو صح؟ انا ما في عندي اي حل تاني، مشان هيك عم اطلب منك هالطلب، ماني شايف اي حدا تاني بالبيت، وبما انه انت رايح على الصلاة فيك تاخدها معك هلا. ما زين اسمعني، لا تنسى انه الاجر والثواب بيتضاعفوا كتير لما بتساعد الناس التانيين، انت ساعد جانا وخدها معك لتاخد اجر، خدها معك منشان تكسب فيها ثواب. طيب انت منيحة؟ ما زين؟ كنت متوقع هالشي، مشان هيك انا منعتك، ما كان فيكي تستني لبين ما اجيب الاغراض يعني؟ ابني هاي اغراضك. شكرا. قولي ما زين، انا بس انا ما كان بدي عزبك معي بهالشي ما زين، بس خلص انا ما رح اعزبك اكثر من هيك. انت وصلتني لمحل الصلاه وهالشي بكفيني مازن، انت صار فيك تروح تصلي وتاخد راحتك، وانا رح اقعد صلي وادعي من هون. تعي معي. بس مازن انا قلت لك تعي. تعي تعي. على مالك ديري بالك. آه.
انتوا الاثنين متزوجين؟ قلي هي مرتك؟ بنتي ما لازم تيجي تصلي بلا حنة وبلا طوق الزواج برقبتك. زين جبينا بالحنة. شكلهم كتير زراف سوا، عن جد طالعين ثنائي مثالي مع بعضهم. مازن داير باله كتير منيح على جانا. الله يحفظهم ويحميهم ويديم حبهم على طول يا رب، لأنهم بيستاهلوا عن جد. شبك، ليش الغرفة صارت سخنة هيك فجأة؟ شكله في حدا تحول لميكروويف. ها مازن، انت رجعت؟ تعي 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 تعي، يلا يلا يلا، ادي هون، ادي يلا ادي هون. ها شو قلي؟ رحتوا على الصلاة؟ صار مشاكل بسبب العجقة شي؟ لا كل شي كان تمام. منيح، أنا توقعت ما تتعذبوا. وقت بيكون عندك إيمان برب العالمين وقت ما في شي مستحيل. تفضل. واحدة بس. تفضلي أمي. شي طيبة هالحلويات والله. شو صاحب المحل باعك حنة مغشوشة هداك اليوم؟ هيك مبين. شو قصدك؟ قصدي انه قبل بيوم زينت جبين شرفاني بالحنة، صح ولا لا؟ بس اصابيعك لسه في عليهم شوية لون. ولا انت زينت جبين حدا تاني بالحنة اليوم؟ اللي ابني قصدي انه جبين جانا ما كان في عليه حنة قبل ما تطلعوا من هون. من وين صار في حنة فجأة على جبينا؟ انا بالكراج، بعتي لي اكلي لهنيك. جانا، انا حطيت المخدة والشرشف برا على البلكون لينشفوا، وهلا بقترح انك تروحي على غرفة مازن وترتاحي شوي، ماشي؟ ايه بس بلكي مازن رجع؟ لا طمني انت، مازن ما رح يرجع للمساء. ها؟ انا رح جيبهم بعد الظهر وقتها بترجعي لهون، يلا يلا.
على مهلك. ما في حدا بيقدر يوقف ضد القدر لو شو ما عمل. شو قلت؟ قصدي ايه؟ البشر ما فيهم يعملوا اي شيء غير اللي كاتبه الله ابدا. يعني بيكفي كرهك لجانا بقى. خليهم يتحدوا مرة تانية، هن انخلقوا لبعضهم البعض. ايه وانا شايفة هيك كمان. عن جد؟ لانه كل شيء عم بيصير مثل ما انت بتتمناه. شو عم تقولي؟ فيني هلا روح منشان اعطي مي لكنتك الغالية المحبوبة. أوه. يلي رجعت تعبانة من برا. ايه طبعا ليش لا؟ فيني روح؟ روحي خدي لها مي. ماشي. يعني معقول المستحيل ما بيصير ممكن بحالتنا هي؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.